حيدر عبد الامير وعلي حسين رحامه وهشام محمد. نعم. شلون شفت؟ يعني شوف احنا هسه ذكرنا موضوع النفط، قلنا منو جابه؟ جابه محمد جاسم اللي هو قريب من الجهاز الفني اللي سنوات طويله. حيدر ايضا نفس الطريقه، هو صار اكثر من موسم، هو حتى من راح لزاخو يعني قدم بعض النتائج لكن ما قدر يتوافق وياهم بمده طويله، ربما العامل المادي هو اللي قطع العلاقه مع زاخو. انا اعتقد وجود حيدر مهم، حيدر انا اتذكر حتى من يعني اكثر من تجربه من كان مدرب يقدم اداء، ويعني واجه فرق كبيره وقدم اداء راقي. حيدر اول لاعب دولي، لاعب يعني ذكي جدا، راح تخذ له منه احنا مثل ما ذكرنا الدكه، ما عنده لاعبين بدلاء. انا كنت اتمنى صراحه يعني انت الفريق من هكذا امور، يعني معقوله ما عنده فريق شباب ما عنده لاعبين مميزين فيه؟ حديث شباب ممكن اجيبهم مستعين، وما نعتقد حتى يعني قوانين الدوري العراقي تسمح بوجود بعض اللاعبين الشباب، مو مثل يعني تغلق باب التعاقدات على الاجانب على لاعبين جدد، استقطابات من انديه اخرى، اما من شباب النادي اعتقد الامور مفتوحه جدا، ممكن يستدعي، لانه القائمه انا اتذكر في اكثر من موسم القائمه بدات 30 حولت الى 40، فممكن يستفيدون جزعتهم مواهب. هسه حيدر اوكي يعني نعم. معامل بالزوراء وعلي حسين رحيمة كذلك، بس هشام محمد اول تجربه له كمدرب مساعد. شوف هشام الفتره الاخيره هو اشتغل يمكن مستشار، مستشار للحلبوس لكن شوف الزوراء يعني يمكن انت تعرف الموضوع، دائما ابنائهم قريبين من اسوار الفريق، يعني انت تتحدث عن اغلب اللاعبين الان من تروح تباوع من يدرب الشباب النادي تشوف مجموعه من ابناء النادي، هم يمكن اكثر نادي عندهم يعني تمسك بلاعبيهم السابقين، لذلك نشوف ما يعني ما اجوهم مدربين. راح اقول لك احنا في بدايه الموسم الكابتن ايوب طلب مساعدين، اقترحوا عليه في وقته حمزه رفضه، هذا مو ابن الزوراء. فتره طرحوا جبار هاشم، ما يصير هذا مو ابن الزوراء، تفهم؟ هم عندهم يعني هسه نقول تقليد من حقهم، يعني احنا نذكر اتلتيكو بالباو كان يرفض وجود اي لاعب اجنبي غير اسباني، مع العلم هو تعرف انت من اي اقليم يعني هو بالعكس. فالقصد يعني انا اعتقد وجود هشام قد يغني الفريق، وشوف لو يعني يشعرون انه لا يقدم الفائده ما كانوا استدعوه، ليش اختاروا بالذات هو؟ انا اعتقد ربما عنده شيء يضيف الفريق، نتمنى لهم التوفيق لان الزوراء فريق عريق، ونتمنى دائما يكون في خير وفي زهو، لان احنا نسعد دائما من يكون فرقنا، انا ما اريد اقول فقط الكبار يعني حتى الطلبه، احنا نتالم الان لان الطلبه دائما يمر بنفس المسلسل، دائما في نهايه الموسم ينتكس، دائما يبدا جيدا تبدا المشاكل الماليه، هسه تعرف انت الاداره ما تعرف من هو الرئيس، انحلت ما تعرف من هو الرئيس، الوضع المالي لا يعني اللاعبين ايضا ما ماخذين مرتباتهم، فمشاكل كبيره، فلذلك احنا الكبار دائما نريدهم يكونون في ربيع وزهو، لان هم ذولي خلينا نقول هويه الكره العراقيه اللي اكيد تتجمل مع وجود فرق اخرى تقدم الاضافه. العام الماضي حيدر قاد الزوراء بعدد من المباريات، يعني بابتعاد احد المدربين قاد الزوراء يعني بعدد من المباريات، هو الحيمه قادوا الفريق قادوا الفريق. صحيح، شكرا جزيلا كابتن رحيم.